ترتيب الهدافين لغايه دلوقتي اللي بيتصدروا طبعا الانجولي مابولولو، طبعا مهاجم نادي الاتحاد السكندري اللي بيقدم الحقيقه مستوى اكتر من رائع في هذا الموسم، وهداف الدوري زي ما حضراتكم شايفين المركز الاول مابولولو الاتحاد بست اهداف، احمد القندوسي طبعا اللاعب المتالق مع صفوف فريق سيراميكا كليوباترا بخمس اهداف، ونفس عدد الاهداف لحسام اشرف بلديه المحله، ومصطفى زيكو لاعب زد، واحمد بالحاج لاعب الجونه بخمس نقاط، وبيرسي تاو لاعب النادي الاهلي باربع نقاط. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله باذن الله فوز الاهلي بكره على فريق الجونه باذن الله يتصدر جدول الترتيب برصيد ان شاء الله 15 نقطه، ويكون لسه كمان مباراه مؤجله.